النهارده عايزين نتكلم معاكي عن الجزئيتين دول، السمنه ويعني طبعا مشاكلها وانعكاساتها وعلاقتها بالانزلاق الغضروفي. بس خلينا في البدايه بعد اذن حضرتك نعرف الناس اصلا يعني ايه انزلاق غضروفي. تمام. اول حاجه احنا عندنا الفقرات ربنا خالقها بتبقى فقرات فوق بعض كده زي العمود، عارف انت بالظبط كده العمود اللي بيودوه السجن دوت لما يكون واحد مسجون ويجيبوا له عمود اكل. ايوه عارفها دي. ايوه بالظبط، هو التشبيه كده. ده الزياره بتاع الزياره. الزياره بالظبط كده. فده بيبقى حاجات فوق بعضها زي الحلل كده. دي الفقرات. في النص بقى ربنا عامل حاجه علشان تمتص الصدمات. حاجه جيلاتينيه يعني. ايوه جيلاتينيه اللي هي الغضروف. الاحتكاك يعني ما بين بالظبط عشان دي عظم فكتر الاحتكاك يعني مثلا اللي عندهم خشونه في ركابهم بتيجي من ايه؟ من كتر الاحتكاك. فنفس القصه عندي في الفقرات. الفقرات كلها بقى سواء عنقيه صدريه او قطنيه او عجزيه كل دي بينهم وبين بعض في ماده جيلاتينيه بنسميها الغضروف. اوكي. ايه اللي بيحصل لما انا ازيد في الوزن قوي؟ يبتدي يتزحلق عامل زي الكومه بتاعت الكتب. اوكي. لما تيجي انت تضغط عليها بزياده من فوق اوكي بتتزحلق بتبتدي تقع بقى من الجوانب. ايه اللي بيبتدي يقع؟ الديسكات دي بتنهار ويتقطع جزء منها، هي بتبقى عامله زي القرص كده. اوكي. زي الديسك، هي اسمها ديسك فهي اذا قرص. قرص بيبقى ليه حوافي، دي بتتقطع زي ما انا عامله صباعي كده بتتقطع وتتفتح. أوكي. الماده الجيلاتينيه اللي جوه بتنط جوه بره تتسرب بقى من الفتحه دي. بالظبط، تتسرب من الفتحه دي وتضغط لي على جذور الاعصاب اللي طالعه بين الفقرات. اوكي. طب العلاقه بين الانزلاق الغضروفي والسمنه المفرطه، وان كانت تبدو منطقيه بتالي فكره الوزن الزايد هو اللي بيشكل الضغط اللي حضرتك بتتكلمي عليه. بالظبط، تبتدي المسافات تقل بين الفقرات وتبتدي الماده الجيلاتينيه دي تبقى مضغوطه وتنزل، فاذا دي مشكله لان خلاص انا مش هيرجع الفقرات بتاعتي طبيعيه زي ما ربنا خلقها ابدا. اوكي. طيب يعني بالوضع ده هيحصل مشكله ولازم يا نتدخل جراحيا او نعمل علاج بقى دوائي والمريض يستحمل ويبقى حاجه مزمنه ونمشي عليها. فتخيل انا بقى لو منعت السمنه من الاول مش هيحصل كل ده. طبعا. طيب نمنع السمنه من الاول ازاي؟ ان انا ابتدي اخد في منتج اسمه بيستا. اوكي. المنتج دوت عشان نجيب نتائج سريعه بالذات اللي هم لاقيين نفسهم زايدين في الوزن ولسه ما حصل لهمش انزلاق غضروفي والوقايه خير من العلاج. اكيد. يبقى انا احافظ على نفسي واقلل وزني استخدم المنتج اللي اسمه بيستا. ده عباره عن اكياس بتتدوب في ميه او عصير او حليب او لبن يعني منزوع الدسم. وتتاخد قبل الوجبات بنص ساعه. أوكي. المفروض قبل وجبتين طول ما انا مثلا اقل من 100 كيلو 90 كيلو. فوق ال 100 كيلو يبقى ثلاث وجبات. فوق ال 100 يبقى مرات قبل الثلاث وجبات. بالظبط بنص ساعه. أوكي. وطعمه حلو جدا، هو طعمه التفاح الاخضر. اوكي. فاذا طعمه حلو وكويس جدا على فكره. انا عن نفسي جربته مره. أوكي. عشان اشوف التيست وانا بقول للناس يعني. طبعا. لقيته التست بتاعه كويس قوي وهو اساسا مكون من الياف طبيعيه. ثلاث الياف رئيسيه اللي هو السيليوم والشوفان ورده القمح. الثلاث الياف دي معاهم كروميوم. الكروميوم ده ماده بتزود الحرق، وطبعا احنا عندنا معظمنا الحرق قليل، السن، زياده الوزن، قله الحركه، الكلام ده كله بيقلل الحرق. الشوفان طبعا من ضمن يعني خصائصه اعتقد ان هو بينفش بالظبط جوه المعده. برافو عليك. بالظبط. بس هو من الحاجات اللي في ناس بتاخدها عشان تزيد وناس بتاخدها عشان تخس. عشان تخس زي التونه كده، في ناس تاكل تونه عشان تخس وناس بالزبط. تاكل تونه عشان تخس عشان تربي عضلات وتزيد في العضل. في حاله الشوفان ايه بقى؟ الشوفان اللي احنا محطوط البروسيسنج نفسه بتاعه والنسبه اللي محطوطه، يعني النسبه اللي محطوطه مقرره علشان ان انا اخس. أوكي. مش ان انا ازيد، لان انا لو زودت قوي في نسبه الشوفان اللي موجوده ممكن الواحد يتخن. عشان كده احنا بنقول والحمد لله ان احنا بناكل ثلاث مرات بس في اليوم، فاذا هي الحكايه محدوده والنسبه محسوبه، فالشوفان هيخسس مش هل هيزق. هل جنين القمح نفس الكلام اللي بيتقال على الشوفان ينطبق عليه ولا ده ليه وضع تاني؟ ما هو رده القمح بقى احنا محطوط فيه رده القمح. رده القمح دي من الحاجات طبعا الصحيه والمغذيه جدا. أوكي. وفي نفس الوقت برضو الياف بتنفش لما ينزل بقى يعني تنزل في المعده مع الميه وكده اللي احنا بندوبها عليها بتنفش وتاخد سايز اكبر بحيث تملالي جزء كبير من المعده. يتفضل لي جزء بسيط جدا اللي هو يعني احتاج انا اكل بس علشان ابقى اسمي بس ايه قدامي الحاجه واكلها مش حارم نفسي. طب انا لو وصلت للمرحله دي هل ده مش هيفقدني كتير من المعادن والفيتامينز والمينرالز اللي ممكن كنت احصل عليها لو زودت شويه البورشن بتاعت دي الاكل؟ نقطه مهمه. اول حاجه ان البيستا نفسه
في عليه حاجات بتعوض المعادن والفيتامينز بنسب طبعا بسيطه. اوكي. دي في حد ذاتها بتخلي ان انا لو استخدمت البيستا ما فيش عندي خطوره من اي اعراض جانبيه ولا حاجه، لان هو طبيعي خالص، منتج طبيعي تماما، منتجات كلها طبيعيه. حلو. طيب فانا بستخدم معاه منتج تاني اسمه الب مالتي فيت. اوكي. الالب مالتي فيت مكمل غذائي. مكمل غذائي. حلو. لو استخدمت الاثنين مع بعض ده طبعا البيست، ده احسن حاجه. ان استخدم حاجه بتخسس وحاجه بتعزز المعادن والفيتامينات في جسمي، يبقى انا كده عملت المعادله الصعبه.